معكم مشاهدينا في حلقة جديدة نبدأها بأبرز المنشطات. جنرال إلكتريك تفوز بعقد مع الحكومة العراقية لتوليد 14,000 ميجاوات بعد تنافس شديد مع سيمنز الألمانية. انتخابات إقليم كردستان، الديمقراطي الكردستاني يتصدر والاتحاد يعلن أن الباب مفتوح للتفاوض وحركة التغيير تخسر نصف مقاعدها. صراع سياسي للاستحواذ على الوزارات السيادية، وإيران تسعى لضمان متنفس لها عبر وزارتي الخارجية والمالية في العراق. إقالات واستقالات بالجملة في إيران قبل أيام من موعد حزمة العقوبات الأمريكية الأقصى على النظام الإيراني. أهلا بكم. 15 عاما، 4 حكومات ومليارات من الدولارات، ولا تزال أزمة الكهرباء هما يؤرق العراقيين بشكل دائم، حتى كانت سببا في اندلاع الكثير من الاحتجاجات الشعبية خلال الفترات السابقة في معظم محافظات العراق. لكن تبدو الحكومة العراقية جادة هذه المرة في إنعاش هذا القطاع الذي يمس حياة العراقيين، والذي كان أكبر المتضررين من الانهيارات الأمنية طيلة السنوات السابقة بعد أن وقعت عقدا مع شركة جنرال إلكتريك، ثاني أكبر الشركات في العالم لتوليد 14,000 ميجاوات لإنهاء أزمة الطاقة الكهربائية في العراق. بحسب بيان جنرال إلكتريك، يشمل العقد صيانة وتحسين محطات الطاقة الموجودة وإضافة قدرات جديدة لإنتاج الطاقة وتعزيز شبكات النقل والتوزيع للاستجابة للحاجات المتنامية إلى الطاقة في العراق، وتفادي خسائر تصل إلى 3 مليارات دولار سنويا، فضلا عن تأسيس مركز محلي للتكنولوجيا ودعم خدمات المياه والرعاية الصحية. نناقش هذا الملف مع المتحدث باسم وزارة الكهرباء سيد مصعب المدرس. سيد مصعب، أهلا بك معنا. يحتاج العراق اليوم إلى أكثر من 23,000 ميجاوات من الطاقة الكهربائية لتلبية احتياجات السكان وأيضا المؤسسات دون انقطاع. هل العقد الذي أبرم مع شركة جنرال إلكتريك سيفي بالغرض؟ طبعا في البداية أنا أشكر حضرتك وأيضا أرحب بمشاهدي قناتكم الكريمة. أهلا بك. طبعا أكيد وزارة الكهرباء عندما وقعت أو أبرمت اتفاقية التعاون المشترك مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية التي تعتبر من أعظم وأكبر الشركات العالمية بصناعة الطاقة الكهربائية، هدفها هو حل أزمة الطاقة الكهربائية. التعاون الذي تم بناء على هذا العقد يشمل العديد من الفقرات، ابتداء من المحطات الإنتاجية اللي راح تضيف من خلالها 14,000 ميجاوات من الطاقة من خلال صيانة وحدات توليدية عاملة من تصنيع ذات الشركة، وأيضا تحويل عدد من الوحدات الغازية إلى الدورة المركبة الكومباي سايكل، بالإضافة إلى أيضا تشييد ونصب محطات توليدية جديدة، وأيضا الموضوع يشمل قطاع نقل الطاقة بإضافة محطات تحويلية 400 و132، وأيضا بقطاع توزيع الطاقة الكهربائية من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية في العالم لإنهاء أزمة الطاقة الكهربائية في البلاد. طيب سيد مصعب، يعني 14,000 ميجاوات من الطاقة، نعم، يعني قبل فقط الحديث عن الإضافة من قبل هذه الشركة وكم الميجاوات سيتم إضافتها، يعني كم كلف هذا العقد وزارة الكهرباء؟ كما تعلم هنالك مليارات صرفت وأزمة الكهرباء لا تزال موجودة، هل بصرف مبلغ لهذا العقد سيكون حل لهذه الأزمة نهائيا؟
طبعا يعني قطاع الطاقة في العالم ليس فقط في العراق بحاجة إلى مبالغ من أجل ديمومة عمل هذا القطاع وديمومة عمل منظومة الطاقة الكهربائية سواء في العراق أو خارج العراق. يعني نحن بحاجة إلى مليون دولار سنويا لكل ميجاوات واحد. هذا المليون دولار يشمل الصيانة والتشغيل والوقود والمكملات. فهذا الأمر يعني هو أمر يعني مسلم به. قطاع الطاقة يجب أن تصرف عليه المبالغ من أجل زيادة قدرته وضمان استمرارية عمله. هذا العقد تقريبا يعني سيكلف بحدود ال 15 مليار دولار، لكن عملية تمويل هذا العقد الشركة الأمريكية لديها خطة لتمويل هذا المشروع من خلال القروض طويلة الأمد من أجل أن نواكب احتياج البلاد ليس فقط للقطاع السكني، أيضا القطاع الصناعي والخدمات الأخرى. نسعى من أجل رفع القدرة الإنتاجية ويصبح لدينا فائض من الطاقة الكهربائية لاستثماره لإعادة الحياة إلى القطاع الصناعي الحكومي والخاص، وبالتالي أيضا إضافة طاقات توليدية إضافية إلى المنظومة الكهربائية من أجل سد الاحتياج في العاصمة بغداد والمحافظات. طيب يعني سيد مصعب، عندما تتحدث عن توفير قروض، هذا يعني بأن لهذه القروض هنالك يعني فوائد، هل تم الحديث عن نسبة الفوائد وكيف سيتم دفع هذا القرض من الحكومة العراقية؟ طبعا هناك مناقشات ستتم بين وزارة الكهرباء ووزارة التخطيط ووزارة المالية بحضور الشركة الأمريكية من أجل تنفيذ خطة التمويل المقدمة من قبل الشركة. طبعا القروض هي نسب الفوائد فيها نسب يعني قليلة جدا، كون انه يعني هذه القروض هو دعم ليس فقط للحكومة العراقية وايضا قطاع الكهرباء في العراق، ايضا هو دعم للشركة الأمريكية. عندما الشركة تأتي بكل إمكانياتها وأيضا مقدمة مع عملها خطة تمويل هذا المشروع، أكيد سيكون هذا هو مكسب للبلاد. الشركة الأمريكية مطلوبة في جميع دول العالم، وإبرامها عقد مع وزارة الكهرباء يعتبر هو هذا ظفر لوزارة الكهرباء وأيضا للحكومة العراقية وبالتالي للبلاد بشكل عام. طيب يعني كم فرصة عمل سيوفر هذا العقد للعراقيين؟ طبعا يعني حسب الخطة الموضوعة فيعني سيوفر بحدود ال 65 ألف فرصة عمل لمختلف الاختصاصات، سواء كانت الاختصاصات الهندسية أو الفنية أو الملاكات الإدارية والمالية وأيضا الملاكات الساندة الأخرى. طيب يعني عندما نتحدث عن عقود تبرمها وزارة الكهرباء، يعني نتذكر دائما بأن أكثر العقود يا أما بدأت بالعمل ومن ثم تعطلت، أو بدأت بالعمل ومن ثم تم إيقافها يعني بشكل متعمد أو لا. ما الضامن بأن هذا العقد بالتحديد لن يتعطل، سيكون هنالك صيانة دورية له، وأيضا لن يوقف بضغوط ربما خارجية؟ طبعا معظم عقود وزارة الكهرباء التي توقفت تحديدا توقفت بسبب الأحداث الأمنية اللي مرت بها البلاد، بسبب عدم إطلاق مبالغ مخصصة لوزارة الكهرباء ضمن الموازنات. أيضا هناك عقود تم إبرامها من قبل مجالس المحافظات والإشكالات اللي حثت بين مجالس المحافظات والشركات التي نفذت هذه العقود. فجميع هذه العقود التي توقفت هي خارجة عن إرادة وزارة الكهرباء. أما في حال هذا أو هذه مذكرة التفاهم أو هذا التعاون اللي يشمل يعني العديد من العقود، هذا سيكون تمويل مدروس وواضح وصريح. أيضا البلاد تتجه نحو البناء وإعادة الأعمار وإعادة البنى التحتية من جديد، هذا أكيد سيكون هناك زخم وسيكون هناك اهتمام وسيكون هناك جهد وثقل حكومي لإسناد قطاع الكهرباء من أجل حل أزمة الطاقة الكهربائية في البلاد، كون أنه أزمة الطاقة الكهربائية هي أزمة وطنية يجب أن يتكاتف الجميع لحلها، الوزارة بجميع ملاكاتها، بالإضافة إلى أنه الثقل الحكومي مع عمل الوزارة أكيد سيدفع باتجاه نجاح
هذه أو نجاح هذا العقد مع الشركة الأمريكية كون أنه داعم وأيضا مسند من قبل جميع الجهات. طيب ماذا عن عقد شركة سيمنز سيد مصعب؟ ما الذي حصل وكان هنالك اتفاق مبدئي يعني يقال بأنه كان أفضل من شركة جنرال إلكتريك؟ طبعا أكيد أيضا تم توقيع مذكرة التفاهم يوم أمس مع شركة سيمنز. طبعا هذه مذكرة التفاهم أيضا ستضيف إلى المنظومة الكهربائية 9500 ميجاوات من الطاقة، طبعا من خلال ثلاثة مديات، يعني المدى القصير اللي هو من 3 إلى 6 أشهر سيضيف 805 ميجاوات، وأيضا من المدى المتوسط من 10 إلى 20 شهر سيضيف إلى المنظومة 2400 ميجاوات، والمدى الطويل من 24 إلى 36 شهر سيضيف إلى المنظومة 6300 ميجاوات. طبعا هذا العقد يشمل بناء وحدات توليدية جديدة بالإضافة إلى تأهيل عدد من وحداتنا التوليدية المتوقفة اللي هي من تصنيع شركة سيمنز الألمانية، وأيضا تحويل عدد من الوحدات من الدورة البسيطة إلى الدورة المركبة من أجل مضاعفة قدراتها الإنتاجية، بالإضافة إلى أنه أيضا يشمل تجهيزنا بمحطات تحويلية 400 كي في و 132 كي في حسب احتياج وزارة الكهرباء، وأيضا يشمل أيضا تدريب ملاكات وزارة الكهرباء، تدريب بجميع الاختصاصات يعني الاختصاصات الفنية والهندسية بالإضافة إلى يعني أفهم منك سيد مصعب بأن التدخل من قبل الولايات المتحدة لم يحرم شركة سيمنز ولكن أعطاها أقل عقدا من عقد جنرال إلكتريك، هل هذا صحيح؟ طبعا موضوع التدخل الامريكي طبعا هذا موضوع يعني بعيد يعني عن الحقيقه، لا يوجد اي تدخل امريكي، بالعكس كان هو ظفر للعراق بان يبرم عقد مع شركه جنرال إلكتريك المطلوبه في جميع دول العالم، جميع دول العالم يتمنون خبير من جنرال إلكتريك يصل الى ارض اي بلد عالمي، نحن جلبنا الشركه بالكامل للعمل في العراق. اما بخصوص سيمنز، سيمنز هي ذات خارطه الطريق التي قدمتها، تم اعتمادها وايضا تم ابرام مذكرة التفاهم من أجل تنفيذ هذه الخارطة، لم يتم تخفيض أي شيء من خارطة الطريق، ذات الخارطة التي قدمت وتم مناقشتها وتم عرضها هي تم إبرام مذكرة التفاهم لتنفيذ هذه الخارطة. يعني سيد مصعب الكلام والحديث عن يعني تدخل الولايات المتحدة بهذا العقد جاء على لسان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي عندما قال بأن ترامب يهدد العراق بأنه سيقلب الطاولة عليه إذا لم يتم إحالة هذا العقد على الحكومة وبالأخص وزارة الكهرباء، وهذا ما دعانا لسؤالك سيد مصعب المدرس المتحدث باسم وزارة الكهرباء، شكرا جزيلا لك. قبل أيام من الحزمة الأقصى من العقوبات الأمريكية على طهران عادت إيران مجددا لتدخل بقوة إلى مشهد تشكيل الحكومة العراقية بهدف حسم منصبي وزارة الخارجية ووزارة المالية في العراق، لكن ما علاقة إيران بوزارتي الخارجية والمالية في العراق ولماذا تهتم طهران بهذين المنصبين بالتحديد؟ تقول مصادر أن الجانب الإيراني يسعى لضمان متنفس دبلوماسي ومالي له عبر العراق وتحديدا عبر وزارتي الخارجية والمالية قبل أن تبدأ الولايات المتحدة بتطبيق حزمة عقوباتها الثانية على إيران. التفاصيل في سياق هذا التقرير. في مشهد يمثل أقوى دخول لإيران على خط تشكيل الحكومة العراقية، قالت مصادر متطابقة في بغداد إن اختيار وزيرين جديدين للخارجية والمالية في العراق سيكون على ارتباط قوي بالمرحلة الجديدة التي ستمر على المنطقة بما فيها العراق وإيران بعد أن تفرض الولايات المتحدة الحزمة الثانية من عقوباتها على طهران.
ولم يظهر الجانب الإيراني اهتماما لأي وزارة في هذه التشكيلة الحكومية الجديدة، كما أظهر من اهتمام لوزارتي الخارجية والمالية. وترى هذه المصادر وثيقة الصلة والاطلاع أن وزير الخارجية العراقي الجديد سيكون في قلب العاصفة الدبلوماسية والمفاوضات المرتقبة بعد فرض حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية على إيران، في حين سيكون وزير المالية العراقي الجديد هو الآخر في قلب التحديات المالية والتفاوض السري الذي يريد إخراج العراق من أي التزامات تفرضها العقوبات الأمريكية على إيران. في مقابل ذلك، لم تستبعد المصادر التأخر في تسمية الوزيرين بعضا من الوقت، لأن هذين الوزيرين سيكونان مختلفين عن جميع وزراء الحكومة الجديدة، لتلفت إلى تصريح أدلى به السفير الإيراني في بغداد الأسبوع الماضي، وقال فيه إن المرحلة المقبلة للعلاقات بين العراق وإيران ستركز على الجانب الاقتصادي. في هذه الأثناء تتسابق أحزاب سياسية ونواب من كتل مختلفة على بث معلومات متضاربة عن حصص وزارية لأحزاب ومناصب لشخصيات في التشكيلة الوزارية الجديدة، وذلك مع إعلان رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي نيته تقديم أسماء الكابينة الوزارية وبرنامجها الحكومي خلال الأسبوع الحالي. نفتح النقاش في ملفنا مع ضيفي الباحث في الشأن السياسي السيد عصام الفويلي. سيد عصام، أهلا بك معنا. لا يزال الجدل كبير حول الوزارات السيادية وأيضا الحساسة، ولكن هذه المرة نتحدث بالأخص عن وزارتي الخارجية والمالية والاهتمام الإيراني بها. السؤال هنا، يعني كم سينفع الذي سينتمي إلى هاتين الوزارتين إيران في المرحلة المقبلة؟ نعم، في البداية تحية لك سيدتي ولكل المشاهدين الكرام. أنا أقول طبيعة المرحلة الحساسة التي يمر بها العراق في المرحلة القادمة تكاد تكون واحدة من أهم المراحل المهمة، وبالتالي أن هنالك مسائل كثيرة وعوالق مشتركة ما بين العراق سواء كان في محيطه الإقليمي أو محيطه الدولي، لذلك نجد أن هذه المسألة تكاد تكون على رأس أولوياته. على صعيد علاقاته الخارجية اليوم هنالك، أقولها بكل وضوح، يجب أن يكون وزير الخارجية العراقي القادم يستطيع أن يكون يحتفظ بعلاقات استراتيجية مع دول المحيط الإقليمي والدول الكبرى، لأنه المسؤول الأول على ترتيب هذه العلاقة في هذا الإطار. أضف إلى كل هذا أن العراق يكاد يكون نقطة التقاء ما بين صراع، أو دعيني أقول الصراع ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وحتى إيران في هذا الإطار. لذلك أن الدكتور العبادي في المرحلة السابقة كان يؤكد ويقول دائما نحن نرفض أن نكون ساحة لتصفية الصراعات والخصوم ما بين هذين الطرفين، لكن المتغير الجديد أنه في بداية نوفمبر القادم، ربما يكون بعد أيام في هذا الإطار، سيكون تطبيق لمرحلة جديدة وموضوع حظر صادرات النفط الإيرانية، مما يساهم بصورة أو بأخرى بمزيد من تدهور العملات داخل إيران، وبالتالي سيخلق أزمة حقيقية في بلد مثل إيران، خاصة إذا ما علمنا أن مستوى نابضية الشارع الإيراني وبارومتر التحرك الإيراني هو السريع يختلف عن بقية الدول في هذا الإطار، لأن الموضوع سيربما يزداد أضعاف العملة الإيرانية تدهورها. الآن نتحدث عن سعر صرف العملة الإيرانية ما يقارب $100 1,350,000، قد يزداد إلى ضعفين في هذا الإطار. كل هذه الحسابات لدى إيران قائمة لأنها تريد أن تبحث عن منفذ أو رئة في هذا الإطار، ربما يكون ليس فقط عن طريقة التحويلات المالية، ربما يكون أيضا باتجاه حضور شركات كبرى إلى العراق، خاصة إذا ما علمنا أن كثير من المناطق التي تعرضت للتدمير هي بحاجة إلى شركات تكاد تكون لديها القدرة على موضوع إعمار البنى التحتية، موضوعات الكهرباء، الماء، وفي هذا الإطار. ولكن سيد عصام، يعني كم ستسمح العقوبات في المرحلة الثانية، العقوبات الأمريكية على إيران، بأن يكون لها متنفس حقيقي في العراق من خلال وزارة الخارجية أو حتى وزارة المالية، لأن يعني تخرج العراق من الالتزام بهذه العقوبات؟ كم ستستطيع؟
يعني أولا خلونا نتحدث بشيء من الموضوع، عملية التحويل المالي أنا أقول هنالك سبل وطرق، يعني قد يكون عملية إخراج الأموال ليس عبر الوسائل الإلكترونية والطرق الطبيعية في هذا الإطار. اليوم نتحدث عن بلد يحاذي العراق بمسافة ما يقارب أكثر من 1,450,000 كيلومتر تحت عن حدوده البحرية وحدوده البرية. من الممكن أن يكون هناك تفاهمات عن طريق التحويل إلى شركات الصيرفة وغيرها، ممكن أن تدخل حتى تخرج الأموال عبر شاحنات كبيرة وتصل إلى إيران. هذه مسألة جدا مهمة دعونا نتذكر في هذا الإطار. أو قد تحال المقاولات إلى شركات ثانوية بتنسيق إيراني عراقي في هذا الإطار، ممكن أن يكون التفاف. إضافة إلى كل هذا دعونا نتذكر أن العراق يكاد يكون هو يحتاج بالدرجة الأولى لطبيعة المواد الغذائية التي تدخل من إيران أولا بفعل رخص الأسعار. هذه مسألة جدا مهمة، والدلالة يشير أن حتى المواطن العراقي اليوم الذي يغادر البصرة يذهب من البصرة إلى عبدان للتسوق في رخص الأسعار. هذه مسألة واضحة في هذا الإطار. لذلك أقول أن اليوم المشكلة قد يسمح بعملية تداول العملة الإيرانية في هذا الإطار بطريقة أو بأخرى. هنالك محاولات إيرانية متعددة. نتحدث عن إيران دولة لديها مختلف السبل والوسائل. اليوم عملية الخنق الاقتصادي الذي تتعرض له إيران بشكل غير مسبوق يجعلها أن تبحث عن منافذ تستطيع من خلالها أن تصل. يعني هذا الموضوع. طيب هنا نتحدث عن مصلحة إيران إذا ما وصلت إلى المنصبين الخارجية والمالية، ولكن ماذا عن مصلحة العراق؟ ما الذي سيستفاده العراق إذا ما كان هنالك في منصب وزارة الخارجية شخصا مواليا لإيران يدافع عن السياسات الخارجية الموالية لإيران وحتى في وزارة المالية؟ يعني أولا إيران لديها تجربة سابقة متمثلة بهوشيار زيباري، وأنا أتذكر كبار المسؤولين الإيراني في حديث خاص جدا قال حينما كان هوشيار زيباري وزيرا للخارجية كنا نعاني الأمرين من موضوع حتى منح السمات إلى كبار الشخصيات. يتحدث لا تحدث عن المناسبات الدينية، تحدث عن طبيعة الزيارات، وهذا ما قاله نصا في جلسة خاصة. لكن في عهد حكومة الجعفري وطبيعة يعني أقول التوافق وتبني سيد الجعفري نهج واضحا حتى في الدفاع، ليس فقط الجعفري، وكبار أعضاء مجلس النواب كانوا يتبنون الدفاع عن إيران في المحافل العربية، وهذا برز واضحا. اليوم إيران لديها خشية أن تأتي شخصية ربما لا تنتمي يعني أقول بمحور المقاربة معها. جعفري كان لديه رؤية حتى في موضوعة التواجد الإيراني، في موضوعة الدعم الإيراني لليمن، الدعم الإيراني للبحرين، بقية المناطق، وهذا برز حتى في المنصات. ربما يكون لديه رؤية خاصة. على الأقل إيران تريد أن تكون شخصية لا تمتاز بطريقة الأوبوزيت مع نهج الجعفري في هذا الإطار. لذلك هي تريد ربما يكون الجعفري لديه قراءة، يعني قراءة واضحة في هذا، يدرك تماما أنه طبيعة التأثير الإيراني في الداخل العراقي أكبر من غيره. إيران تقول لماذا يحق الولايات المتحدة أن تتدخل في، يعني هذا ما تقوله المسؤولين الإيرانيين، يعني حقها أن تكون متواجدة في العراق وأنا الذي أمتاز بمساحة طيب علاقة تاريخية يعني أقولها. ولكن سيد عصام ما الذي استفدناه من رؤية الجعفري في هذا المنصب، وما الذي سيتغير في رؤية وزير الخارجية المقبل، وماذا عن رؤية عادل عبد المهدي للحكومة العراقية الجديدة التي يجب أن تنأى بنفسها عن كافة الأزمات؟ يعني أولا يجب أن نتحدث بمشروع وطني عراقي، يجب أن لا يكون العراق قربانا لأي دولة سواء كانت إقليمية أو دولة كبرى، لأن العراق دولة في حد ذاته أنا أقول هو مكلوم يعني مخم بالجراح، وبالتالي يجب أن لا تفضل المصلحة مصلحة الأيديولوجية أو مصلحة الارتباط أو مصلحة القناعة الشخصية لأي وزير خارجية على حساب المصلحة الوطنية. نحن بحاجة إلى وزير خارجية عراقي يكون عراقي صميمي، أقولها بكل وضوح، يسوق العراق في المحافل الدولية بأنه دولة مستقلة ذات سيادة لا يتماهى في أي محور، لأن هذه الدول لديها مؤشرات طبيعة كل خطاب في الأمم المتحدة في الجامعة العربية في المحافل الدولية يتم تحليله. وبالتالي أنا أقول كل محاولة لرمي العراق
العراق في المحور الإقليمي يؤدي إلى تقزيمه. لذلك أقول أن وزير الخارجية العراقي ربما قد إيران تسعى أيضا أن يكون جسرا لعلاقات قادمة مع الولايات المتحدة. على فكرة هذه جنبة أخرى تفكر بها الإدارة الإيرانية، ليس هذا الإطار فقط موضوعة أن يكون تابعا، لا، قد تفكر أن يكون هنالك، دعيني أقول بكل وضوح، جسر العلاقة مع حتى الدول العربية. لذلك نجد أن كثير من الأزمات تظهر في بعض الدول، يعني متابعة دقيقة لطبيعة خطاب وزارة الخارجية والإدارة الإيرانية في المرحلة السابقة بات أكثر هدوءا مما مضى. ولذلك أن الإيرانيين لديهم استراتيجية في موضوع إجادة اللعب بالبيضة والحجر بطريقة تذهل الآخرين. هم يتعمدون أسلوب الهدوء وعدم الوصول إلى حافات الصدام، ويستخدمون البدلاء، يعني اليوم الوكلاء أو البدلاء في هذا الإطار بما يخدم مصالح الأمن القومي الإيراني. لذلك أقول أن إيران قد تفكر تماما بموضوع وزير الخارجية أن يجسر العلاقة بطريقة أو بأخرى، هذه مسألة. وهذا ربما أيضا يجعل إيران أنه كجزء من تعزيز علاقاتها مع العراق، إذا كان وزير الخارجية قريب من طبيعة التهدئة للأوضاع في العلاقة الخارجية الإيرانية مع الدول الكبرى أو حتى المحيط العربي، قد تلجأ إيران إلى أساليب، يعني دائما إيران بسياستها تستخدم أسلوب الترغيب والترهيب على فكرة. كيف هذا؟ يعني قد تلجأ إيران إلى أن تجد وزير الخارجية هو شخصية قريبة، تلجأ إلى مكافأة العراق بمد أنبوب ماء من نهر الكارون عبر شط العرب، ومن ثم تقطع هذا الأنبوب وتهدد خلاله. ولكن سيد عصام، كل ما تحدثنا به يصب في مصلحة إيران، ويجب على الحكومة العراقية أن تفكر بمصلحة العراقيين ومصلحة البلد قبل أن تفكر بمصلحة جارتها. الباحث في الشأن السياسي سيد عصام الفويلي، شكرا جزيلا لك. ملفنا الأخير، لم تشكل نتائج انتخابات إقليم كردستان مفاجأة كبيرة بالنسبة للحزبين الكرديين التقليديين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد، لكن الجديد هو صعود قوى دخلت الانتخابات للمرة الأولى كحركة الجيل الجديد، وانهيار قوى أخرى كحركة التغيير التي فقدت نصف مقاعدها مقارنة بالانتخابات الكردستانية السابقة. التفاصيل في هذا التقرير. بعد ظهور نتائج الانتخابات النيابية في إقليم كردستان، أخذت الأحزاب الكردية ترتيب أوراقها لغرض تشكيل حكومة في الإقليم. لكن السؤال هنا، هل ستؤثر نتائج الانتخابات التي برهنت فوز الحزب الديمقراطي على التوافقات السياسية في الإقليم، وكذلك تشكيل الكابينة الوزارية في بغداد التي يحضر فيها الكرد بقوة؟ فوضات حول تشكيل حكومة في بغداد تقريبا منتهية، وهذا طبعا محور آخر واهتمامات أخرى. في كردستان هناك واقع لا يجوز أن ننكره، وهو وجود الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني بماضيه بقدراته العسكرية والأمنية والجماهيرية. إذا كنا نريد أن نستمر في عملية البناء وتقديم الخدمات، يجب أن يتحمل الحزبان المسؤولية وأن يشارك في السلطة كما تحمل المسؤولية في زمن الكفاح المسلح. ويبدو أن الحزب الديمقراطي الذي قرب من نصف مقاعد البرلمان الكردستاني لا يرى أرضيات متشابهة في أربيل وبغداد، وهو نظرة الاتحاد الوطني الذي جاء ثانيا أيضا. فجميعهم يرون أن تشكيل حكومة الإقليم غير مرتبطة بكابينة بغداد الوزارية. لهذا السبب لن تتداخل هذه الأرضيات فيما بعضها ما يخص تشكيل الحكومة الإقليم كردستان. سوف يكون لنا جولة جديدة للمفاوضات والحوارات الجديدة حول تشكيل الحكومة،
وسيتم البحث مع الديمقراطي في هذا الموقف الجديد، وخاصة بعدما يتم تسمية الحزب أو الكيان السياسي الفائز في برلمان كردستان، وسوف يكلف الشخصية السياسية من قبل الديمقراطي من قبل المجلس القضاء الأعلى. وانتهت الانتخابات بنتائج يراها مراقبون إنها متوقعة، حيث إن قاعدة الأحزاب الجماهيرية في الإقليم ثابتة، لكن رغم ذلك أعلنت النتائج فجرا لتفادي أي ردود فعل. للشرقية نيوز، عثمان الشلش، أربيل. نقاش في ملفنا مع عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني سيد علي فيلي. سيد علي، أهلا بك معنا. أتت النتائج كما توقعتم من قبل بفوز الديمقراطي بالمرتبة الأولى والاتحاد بالمرتبة الثانية، ومن ثم تلتها بقية الأحزاب الكردية، ولكن السؤال، هل السلطة ستكون بالتقاسم مع الاتحاد، أم أن الاتحاد حصل على غنيمته بمنصب رئاسة الجمهورية ولا يحق له أن يشكل شيء في هذه السلطة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. تحية لك أستاذة نوار وللمشاهدين الكرام. بالحقيقة خطاب الرئيس، فخامة الرئيس مسعود البارزاني اليوم، مهنئا الشعب الكردي بنجاح الانتخابات وبفوز الحزب الديمقراطي بالمركز الأول وبفارق شاسع عن المركز الثاني الاتحاد الوطني الكردستاني، يلخص موقف الحزب الديمقراطي من نتائج الانتخابات وكيفية التعامل مع الشركاء السياسيين في إقليم كردستان، حيث كان الخطاب موجها إلى شعب كردستان ولم يكن موجها إلى أنصار وأعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني، وهذا دل على شيء يدل بأنه هذا المكسب للشعب الكردي أولا وآخرا، ويدل على أيضا بأنه الحزب الديمقراطي الكردستاني وخاصة فخامة الرئيس مسعود بارزاني لم يتعامل يوما من الأيام مع الأخوة في الأحزاب السياسية الكردستانية على أساس حجم الانتخابي وحجم المقاعد في البرلمان وعدد الأصوات، وإنما يتعامل مع الأحزاب الكردستانية على أساس تاريخهم النضالي ومواقفهم من القضايا القومية والوطنية. فلهذا وموضوع رئاسة الجمهورية وما يجري في بغداد هو منفصل تماما عن الموقف في إقليم كردستان، ففي إقليم كردستان هناك وقائع وحقائق موجودة على الأرض، فالحزبين الكبيرين وإن كان هذا الفارق شاسع بين المركز الأول والمركز الثاني الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، لكن هناك وقائع يجب أن يتعاونوا لإدارة الإقليم، ومثلما وجه اليوم فخامة الرئيس مسعود البرزاني يجب تشكيل حكومة قوية لبناء إقليم قوي قادر على تقديم الخدمات إلى المواطنين وتعويض المواطنين على السنين العجاف الأربع الماضية. طيب سيد علي، يعني تنتج هذه الحكومة القوية من الاستقرار السياسي، هل يعني بحسب الكلام الذي تفضلت به قبل قليل، هل يعني أن هنالك لقاءات ربما ستجمع بين الاتحاد والديمقراطي في الأيام المقبلة للتوافق على الحكومة الجديدة؟ بالتأكيد اللقاءات لم تنقطع، يعني بين هناك تواصل دائم بين الحزبين، بين أعضاء المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، رغم الاختلاف في وجهات النظر في بعض الأمور وما جرى في بغداد. نحن في الحزب الديمقراطي الكردستاني لدينا وجهة نظر ثابتة بالنسبة لمسائل المناصب الإدارية والحكومية في بغداد، هو لترسيخ هذه الشراكة، يعني ليس لحصول على مناصب أو مكان، لترسيخ الشراكة الوطنية الموجودة بين المكونات الموجودة في العراق، والشعب الكردي كمكون أساسي من هذا يريد أن يحصل على استحقاقه لتأدية دوره في خدمة وبناء الوطن كشريك أساسي، وليس للحصول على مغانم ومكاسب. الأكراد لم يجنوا شيئا من مناصبهم في بغداد، على سبيل المثال منصب رئيس الجمهورية الذي هو حامي للدستور، فما جنى منه الأكراد، يعني نرى بأن
الدستور خرق بخمسين مادة دستورية مجملها كانت المتضرر الأول والأخير فيها الشعب الكردي، ولم يحرك رئيس الجمهورية ساكنا لحماية الدستور ولإيقاف هذه الخروقات. فلذلك يعني إذا كانت هناك، نحن نريد أن نكون شركاء حقيقيون في بناء الوطن، والمضمون أكثر من الشكل يهم الحزب الديمقراطي الكردستاني والشعب الكردي، هو برنامج الحكومة المقبلة في بغداد، الحكومة الاتحادية برئاسة السيد عادل عبد المهدي الذي أبدى الرئيس مسعود البرزاني والحزب الديمقراطي الكردستاني وجميع الأحزاب السياسية بمساندته لقيام بمهمته العسيرة التي نراها بأنها مهمة شاقة. طيب سيد علي، ولكن للآن لا تثقون بمهام رئاسة الجمهورية التي ستقدم للشعب الكردي، مع العلم اليوم الدكتور برهم صالح هو كردي قبل أن يكون أيضا يعني ومناضل وبالاتحاد وهو شريك بالحكم، أيضا كان معكم في يعني داخل الأقليم، ولكن السؤال هل اليوم الديمقراطي سيسعى لرد الصاع صاعين بعدما حصل في بغداد وخصوصا المعركة السياسية المريرة؟ لا، أنا في وجهة نظري بأنه الحزب الديمقراطي الكردستاني وخاصة فخامة الرئيس مسعود البرزاني عودنا دائما بأنه برعايته الأبوية يحتضن الجميع ويتناسى الماضي من أجل المصالح العليا للشعب الكردي. مسألة رئيس الجمهورية أصبح شيء من الماضي في وجهة نظري، ونحن أمام مستجدات جديدة في إقليم كردستان، ونأخذ بنظر الاعتبار إلى حد ما الاستحقاقات الانتخابية، ولكن أيضا المصالح العليا للشعب الكردي واستتباب الأمن والأمان والسلم الأهلي في إقليم كردستان من أولويات يعني الحزب الديمقراطي الكردستاني وفخامة الرئيس مسعود البرزاني. هذه كلها مسائل يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار عند تشكيل الحكومة. نحن نود أن يشارك الجميع في الحكومة حسب يعني حجم الانتخابي، وكذلك هناك آراء أخرى لتشكيل حكومة أغلبية، وهذه الأمور سوف تكشفها الأيام المقبلة من خلال المفاوضات وجلوس على طاولة الحوار مع الشركاء السياسيين. نعم السيد علي فايلي عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، شكرا جزيلا لك. لقاؤنا يتجدد يوم غد بنفس التوقيت بإذن الله.